السلام عليكم ورحمة الله. طلاب الأعزاء، نكمل المحاضرة رقم 10، ووصلنا إلى طريقة الكومباكشن فاكتور تيست. أوكي، هاي قلنا اللي هو الاختبار اللي من خلاله نعرف قابلية انضغاط الكونكريت، يعني مدى سهولة انضغاطه، وبالنتيجة من خلالها نقدر نحدد حتى بهذا الأسلوب الكثافة الناتجة للكونكريت المستخدم بقالب معين. هاي الطريقه هي شنو الهدف من عندها؟ انه ثلاث مجموعات، طبعا راح اوريكم اياها ان شاء الله بالمقطع الفيديوي. فهي ثلاث مخاريط معلقه عموديا، يتم ملء المخروط الاول بالخرسانه. اوكي، بعدها ينفتح، اكو مثل البوابه من الاسفل تنفتح حتى تسقط الكونكريت بشكل مباشر بناء على الجاذبيه بالمخروط الاسفل لجوه. بعدها انه بينفتح هذا البوابه مال هذا المخروط، والنوب تسقط باسطوانه، يساوي السطح مال الاسطوانه بدون التدخل، يعني بدون انه نرصها بالرود او نسوي اي شيء، نساوي وننظفها ونوزنها. فهذا يسمونه الوزن الاول، اللي هو الام بي، اللي هو البارشال ماس، او يعني خلينا نقول الوزن الجزء او البارشالي كومباكتد سلندر ماس قبل الرأس، الوزن الأسطوانة قبل الرأس. بعدها نسوي نفس هاي الأسطوانة، خلي بيها كونكريت، لكن هنا الكونكريت احنا نرصه بيدينا مثل ما سوينا بالفحص المخروط، نخلي طبقات وكل طبقة 25 ضربة. اوكي، بعدها انه هذا طبعا الوزن يسمونه نوب ام اف، اللي هو representing fully compacted cylinder mass. هس الكومباكشن فاكتور اللي هو معامل الرأس، شلون نقدر نحسبه؟ نحسبه من حاصل قسمة الوزن البارشال ويت او البارشال كومباكت سلندر ماس مقسوم على الفول كومباكت سلندر ماس. اوكي، طبعا الكومباكشن رينجز بتوين 0.78 to 95. طبعا كل ما يكون الفلويديتي يعني الكونسيستنسي مال الكونكريت عالية، كل ما يكون الكومباكشن فاكتور عالي. السبب انه كل ما يكون الكونكريت لين راح يسقط بالاسطوانة، راح يملي كل الفراغات، فراح يصير عندنا فجوات، بالنتيجة الكثافة راح تكون متكافية، راح يكون كلش قريب للوزن اللي احنا راح نوصل باستخدام النورمال رودينج practices that we do when we do compaction. اوكي، التطبيق المختبري لهذا الفحص هم موجود ضمن هاي الفيديوهات، اللي اسمه فحص عامل الرأس. تلاحظون هذا هو الجهاز، في مخروط علوي، مخروط وسطي، واسطوانة سفلية. اوكي، وهنا الاساتذه يشرحونه بشكل مفصل اذا يعجبكم تطلعون عليه حتى تعرفون طبيعته، هو فحص جدا سهل. لو تلاحظون هسه الاخواني بدون يجرون هم خلطه خرسانيه بالجانب مثل ما اجريناها بفحص الحطل الهطول العفو الاستمبست، وايضا بالفحص الاخر الفي بي تيست. هنا سيبدون يشرح هنا الأجهزة المطلوبة من حيث القبان وباقي التفاصيل والتنظيفة من الداخل، ويستمر أدنى يتبدوهن طبعا بمواقعهن، ويبدون هنا يملون الخرسانة شوي احنا نت سريع. خلينا نرجع شوي بس بعد أن ملوا بس ملوا هنا الخرسانة، وتلاحظون خلينا نرجع شوي. أوكي، تم الخرسانة هنا، وخفت كمية معينة بحيث يظنون ان هي تملي الاسطوانه الجوة. هسه انه فتحوا الباب، لو تلاحظون نزل اعتمادا على الجاذبيه للمخروط الاسفل، انهم يفتحونه مره ثانيه حتى يملي الاسطوانه.
هسه انه هاي قلنا الاسطوانه يتم بدون الاجراء اي رص طبعا، يتم بس مجرد ازاله الكميه الزايده وتسويه السطح، بس اهم شيء ما يتم التدخل برص الخرسانه، بس مجرد تسويتها حتى يكون السطح مستوي. اوكي، انه بنظفوها ياخذوها ويوجدوها القبان الموجود. بعد ان يوزنوها قلنا انه بيعيدون نفس ال وزنوها مثلا 1696، بعدها يجرون نفس الخلطه ويرصونها مثل ما سوينا بالفحص طبعا، ويوزنوها مره ثانيه ويطبقون القانون. اوكي، الطريقه الاخرى اللي هي البول بنتريشن تيست. When taking measurement, the box is placed on the top of the concrete to be tested with the surface of the hammer touching the concrete. طبعا هذا الفحص ما موجود ضمن الفيديوهات الموجودة، لأن هو مو ضمن الفحوصات اللي احنا نسويها عادة داخل المختبر، لكن هو فحص عالمي هم يستخدم عادة بالمواقع، فللسرعة هذا يجيبون الأسرع حركمية. فالشكل مال الجهاز هذا طبعا هو تقدرون تبحثون عنه باليوتيوب، فاكو مجموعة من الفيديوهات اللي شرحها. فهسه مثلا هو هذا الشكل مال التفصيل، وهسه راح نسولف بالتطبيقات الخاصة به، لكن هو يصير مثل هسه ما شفتوا، يصير بيبن. If removed, the hammer will sink into the fresh concrete by its own weight. فمثل البن خليها أول شيء تلامس سطح الكونكريت، بعدها نهدها نخليها تدخل أوتوماتيكلي بناء على وزنها داخل الكونكريت. Depth of the hammer penetration can be read from the ruler. طاقو مسطرة بها قياس، من خلالها قراءة الجد تم دخول الكرة هاي مات الهامر داخل الكونكريت، اللي من خلالها نقدر نعرف مؤشر الworkability. فa concrete with a higher consistency leads to a deeper ball penetration. كل ما تزيد الconsistency مات الكونكريت اللي هي قابلية نقول fluidity مات الكونكريت اللي هي سهولة التعامل مع الكونكريت، مدى رطوبة الكونكريت، كل ما البول تدخل أكثر. أوكي. فهنا أنا the penetration test is usually very quick. طبعا نقدر نسويها بالسايت، طبعا تقدر تطبقوها على القالب مباشرة، بس أهم شيء يكون القالب عريض بشكل كافي بحيث نقدر نستخدم الجهاز. أوكي، طبعا يفضل إجراءها بأكثر من مكان، ونأخذ معدل القراءات يكون قراءته أفضل هما من slump test. The ratio of the slump value penetration depth is from 1.3 to 2. طبعا بناء على السكيل المستخدم فيتراوح ما بين 1.3 الى 2. اوكي، قلنا هذا هسه اذا نريد نشوف التطبيق مالته هسه اون سايت، فلو تلاحظون هسه الاخوان اللي راح يطبقونه بشكل عملي يخلونه بمكان معين، بخليه يلامس السطح نوب يهده. طبعا هاي المسطره اللي منها ما تلاحظوها هسه هده، نوب يقيسونه ايش صار. اوكي، طبعا هي نقطة الصفر تصير ويا ما يلامس المفروض الكونكريت ال اوكي انه بيهدها. اوكي، يقدر ياخذ الافرج انه مال القراءات. هسه الموضوع الآخر اللي نناقشه خلال المحاضرة رقم 10 هو الـ factors affecting workability. فأكو مجموعة من العوامل اللي تأثر على قابلية تشغيل الكونكريت. ابتداءً العامل الأول هو الـ water content اللي هو محتوى الماء داخل الخلطة الخرساني. فطبعاً إنه الماء إلى مجموعة من العوامل المهمة واللي تأثر بنفس الوقت على قابلية التشغيل، وأيضا تأثر على مقاومة الكونكريت.
The water content is regarded as the most important factor influencing the workability of the concrete. After adding water to the concrete mix, the water is absorbed on the surface of the particles of the cement and aggregate. مثل ما تعرفون انه من نخلط الخرسانة الماء اللي راح نخليه راح يتم امتصاصه على سطح الجزيئات اللي موجودة داخل الكونكريت الرمل والحصو والاسمنت. Okay. مثل ما ناقشنا بالمحاضرات اللي سابقة انه additionally water fills the spaces among the particles and لما الماء يملي الفراغات بين الجزيئات اللي تدخل بتكوين خلطة خرسانية راح تعمل راح lubricate the particles راح ترطب الparticles وتخلي مثل by a water film شلون قلنا سطح رطوبة خارج الجزيئات وهذا راح يساعد على انه يخلي الكونسستنسي او قابليه تشغيل الخرسانه تكون افضل. احنا increasing the water content will result in low fluidity بالنتيجه طبعا كل ما نقلل نسبه الماء راح تقل قابليه جريان الخرسانه فراح يصير الجهد المطلوب لخلط الخرسانه والتعامل وياها داخل القالب يكون اكثر. If the water content is too small the concrete will become too dry to mix and place. هذا شيء طبيعي طبعا اذا كل ما يقل الماء راح تجاف الخرسانه فخلطها ووضعها داخل القالب راح يكون صعب. لكن بنفس الوقت increasing the amount of water will increase the amount of water for lubrication. طبعا هاي advantages ان كل ما يزيد الماء راح يزيد الماء الخاص ب ترطيب الأسطح الخاصة بالمواد الداخل بالكونكريت بالنتيجة الفلويديتي مالت الكونكريت هي قابلية تشغيلها راح تكون أفضل اللي هو يا عنصر من عناصر الوكبرتي راح يزيد هنا راح الكونسستنسي تكون أفضل الفلويديتي. لكن too much water will reduce cohesiveness. هذا الكلام هسه كله يتحدث عن الكونسستنسي اللي هي أنا شلون أخلي الكونكريت سهل الجريان. لكن كل ما يزيد الماء بنفس الوقت راح يأثر على الكوهيسيفنس مدى تماسك جزيئات الكونكريت اللي هي الرمل والحصو والاسمنت توجذر كقطعة متجانسة بحيث ما يساعدنا segregation. لذلك this is not only leads to segregation and bleeding but also reduces the concrete strength. وما ما يزيد الماء عن حده راح تقلل الكوهيسيفنس بالنتيجة راح يسبب لنا راح يقود إلى حصول السجريجيشن اللي هو انعزال اجزاء جزيئات الكونكريت نضوح الماء الى السطح يسبب لنا مشاكل وبالنتيجه راح تقل مقاومه الكونكريت راح يكون الكونكريت هذا هش سجريجيتد والكثافه ما تقل. The water content in a concrete is determined by the water cement ratio and فبالنتيجه احنا من نصمم الخلطه الخرسانيه لازم نصممها بحيث نخلي نسبه ماء تعادل ما نحتاجه من workability لا أكثر ولا أقل. أوكي لا يعني كثرة الماء صح تعالج لنا الكونسستنسي لكن تأثر على الكوهيسيفنس وإحنا الكونكريت اللي هو مو كوهيسيف هذا كونكريت فاشل يعني بالنتيجة بس مجرد نخلى بالقالب ويتم رصه راح يصير عندنا segregation الكونكريت اللي هو segregated كونكريت فاشل ما يحقق لنا المقاومة التصميمية. إحنا صحيح صممنا كونكريت بالورق وقلنا يابا إذا استخدمنا هلقد حصو هلقد رمل هلقد اسمنت راح أحقق هلقد ميجا باسكال لكن هذا على فرض إنه اللي راح يخلطون الخلطة الخرسانية راح يخلطوها بطريقة بحيث تكون كوهيسيف أند كونسيستنت. لكن من يجي الإخوان بالسايت وشايفين أنتم العمال مرات يشوفون الخلطة الخرسانية صعبة التعامل خاصة من يصير الصب موقعي وما يتم الالتزام بالمكونات بشكل جيد فكل ما يريدون يلينون الخرسانة يظل يضيف ما يضيف ما يضيف ما فيتجاوز الماء التصميمي بالنتيجة صحيح هو عالج الكونسستنسي لكن خرب الكوهيسيفنس بالنتيجة خرب الكونكريت فما صار كونكريت ما راح هذا الكونكريت الناتج ما راح يحقق المقاومة المطلوبة. العامل الآخر اللي يأثر على الوركابيلتي مالت الكونكريت اللي هو السيمنت كونتنت. A cement content influences the workability of concrete in two ways. First, for a given water cement ratio, the larger the cement content, the higher the total water amount in the concrete. Hence, the consistency of concrete will be enhanced. احنا بالنتيجة إذا ثبتنا نسبة الماء إلى الإسمنت مثلا معينة بس لخلطة خرسانية، كل ما نزيد نسبة الإسمنت داخل الخلطة الخرسانية بالنتيجة راح نحتاج
ما أكثر حتى هذا الإسمنت يتفاعل ويحقق لنا المركبات الـ CSH والـ CH. فبالنتيجة من راح نزيد الماي راح تزيد الكونسستنسي مال الكونكريت. هاي عامل آخر. عامل الآخر اللي من خلاله تأثر كمية الإسمنت داخل خرسانة على الوركابلتي، إنه سيمنت بيس سيل بلايز ذا رول اوف كوتينج فيلمينج اند لوبريكيتينج اللي ناقشناها بالمحاضره الثانيه. السيمنت بيس اللي هو الموجود داخل الخلطه الخرسانيه اللي هو الاسمنت والماء، شنو الدور اللي يلعبه داخل الخلطه الخرسانيه؟ يسوي كوتينج، يطلي كل الجزيئات اللي داخله بالخرسانه من حيث اللي هي ميل للاجريجيت، يطلي السطح مالتها. بالنتيجه راح يرطبها، راح يلينها، راح يكون عامل يقلل الاحتكاك ما بين الجزيئات. وإذا قلل الاحتكاك ما بين الجزيئات راح بالنتيجة تكون الكونسستنسي أفضل، راح يكون قابلية جريانها أفضل. النورمال كونكريت دي الكونسيدرابل لو سيمنت كونتنت تنس تو برودوس هارش، طبعا هذا ناتج طبيعي انه كل ما قلت نسبة الاسمنت داخل الخلطة الخرسانية راح الناتج الخرساني راح يكون خشن، بالنتيجة الكونسيستنسي راح تقل، بالنتيجة الفاينل فينيش يعني انهاء الخرسانة راح يكون صعب. يعني مثلا لو فرضنا نقع صوبا أرضية خرسانية مثلا والكونكريت مستخدم بنسبة اسمنت قليلة، فمن أبدي أسقلها أحاول أسوي الفينيشينج بشكل جيد، راح يكون السطح الخارجي مثل الخشن، ما راح أحقق لي خلينا نقول الفينيشابيلتي المطلوبة. وبالنتيجة كل ما يزيد نسبة الإسمنت راح يصير عندنا لوبريكيشن أكثر، ترطيب أكثر، بالنتيجة الكونسيستنسي راح تصير أفضل مثل ما صرفنا بشكل أسرع. لذلك أنه إذا زيدنا نسبة الإسمنت وبنفس الوقت عندنا نسبة الماء إلى الإسمنت تكون أقل، فراح نحقق شغلتين أفضل، راح consistency مالت الكونكريت يزداد، وبنفس الوقت الكوهيسيفنس مال الكونكريت يتحسن. أوكي، فإحنا إذا زيدنا نسبة كمية الإسمنت، يعني مثلا إحنا ثبتنا الواتر سيمنت ريشيو فصممنا وقلنا يا با إنه مثلا هاي الخلطة خرسانة تحتاج هالقد إسمنت هالقد ماي، ثبتناها هاي نسبة الواتر سيمنت ريشيو ولكن زيدنا إسمنت أكثر، فبالنتيجة راح شنو نضمن؟ راح نضمن ان الكونسيستنسي راح يصير افضل والكوهيسيفنس راح يصير افضل، وبالنتيجة هذا هو المطلوب. فاذا لنفس النسبة الخاصة بالووتر سيمنت ريشيو، طبعا اللي هي هاي نسبة مئوية اللي هي قد وزن الماء الى الاسمنت، اذا ثبتناها لكن زيدنا نسبة اللي نشوفها قبل شوي الاسمنت، راح يصير عندنا الوركابيلتي افضل، هذا ناتج طبيعي. وفقرة أخرى أنه إذا زالت نعومة الإسمنت، إحنا شوفنا المحاضرات اللي فاتت الإسمنت الناعم راح يميل إلى أنه يتفاعل بشكل أسرع، فكل ما تكون نعومة الجزيئات الإسمنت أكبر وأفضل راح تقل عندنا قابلية جريان الكونكريت. أوكي، لكن يتتحسن الكوهيسيفنس، كل ما كان الإسمنت المستخدم ناعم كل ما الكوهيسيفنس تكون أفضل لكن الكونسيستنسي تكون أقل. أوكي، لذلك أن الكونكريت containing a very high proportion of cement or a very fine cement show excellent cohesive number 10 to be sticky. لذلك يقول لك الخلطة الخرسانية اللي تكون كمية الإسمنت بها عالية عن اللزوم وبنفس الوقت أو ناعمة، راح دائما يميل أن الخلطة الخرسانية تكون متماسكة بشكل جيد لكن تكون sticky، يعني شوية الفلويديتي مالتها أقل. عندنا عامل آخر يأثر على الworkability، إحنا هم مناقشين هذا بالمحاضرات الفاتت، اللي هو حجم الأجريجيت المستخدم، نسبة الأجريجيت إلى الإسمنت، نسبة الأجريجيت أو الركام الناعم إلى الركام الخشن، وكذلك الشكل مات الأجريجيت، السطح الخارجي مات الأجريجيت، كل هذا يأثر على الworkability. فاحنا ناقشنا سابقا اذا كانت كل ما طبعا زاد حجم الاجريجيت، طبعا بالنتيجه المساحه السطحيه اللازمه للاسمنت بيس حتى يطليها تكون اقل، بالنتيجه
السيرفيس اريا ذان هنا ذا لارجر اجريجيت هاف سمولر سيرفيس اريا ذان سمولر اجريجيت وذ ذا سيم فاليو. يعني لو فرضنا انه الحصوه اذا جبنا حصوه كبيره المساحه السطحيه مالتها تكون اقل مما لو جبنا مثلا ثلاث حصوات صغيره تكافئ نفس الحجم لكن تحت المجموع المساحه السطحيه اليهن تكون اكثر، بالنتيجه يحتاجن سمنت بيس اكثر حتى يغطيهن. فلذلك الان نحتاج نزيد مثلا نسبه الاسمنت. لذلك subsequently the amount of cement paste available for lubrication is increased for concrete with a large aggregate and لذلك الconsistency راح تصير أفضل. استخدمنا يعني ثبتنا نسبة الاسمنت التصميمية ولكن كبرنا الحجم مات الحصو بالنتيجة راح السمنت بيس المتوفر لللوبريكيشن راح يكون أكثر من المطلوب بالنتيجة اللوبريكيشن راح يصير أكثر من نتيجة الكونسيستنسي راح يصير أفضل. أوكي هنا أنا very fine sand or angular sand يعني الرمل الناعم جدا أو اللي يصير الانجولر ساند اللي هو يصير مثل البيت متشظي require more pace for a given consistency. بالنتيجة الرمل الناعم راح يحتاج سيمنت بيست أكثر حتى نحقق فد قابلية تشغيل consistency أفضل. Alternatively they will produce harsh unworkable mixture. فإذا طبعا بشكل طبيعي أنه كون الرمل جزيئاته صغار فمجموع المساحة السطحية إلهن تكون أكبر لذلك يحتاج السمنت بيس أكثر حتى نسوي ترطيب للأسطح مالتهن حتى يقل الاحتكاك حتى تزيد الفلويبلتي مالت الكونكريت. لذلك إذا تم استخدام هذا يعني الرمل ناعم أو هذا النوع الأنجلر ساند راح نحتاج إنه نستخدم اسمنت أكثر أو بالنتيجة راح يكون الناتج الخرسانة تكون هارش. لذلك in general to get a similar consistency for concrete more water is needed when crushed sand is used instead of natural sand. لذلك إنه لأجل إنه نحقق consistency معينة للكونكريت إذا استخدمنا الرمل المكسر اللي هو يصير شكل angular sands راح نحتاج إنه نسبة ماء أكثر حتى نحقق إنه يعني consistency ملائمة حتى الكونكريت يجري بشكل جيد داخل القالب مالت الهيكل الإنشائي المطلوب. كذلك إحنا ناقشنا سابقا إنه قلنا الaggregate and cement ratio influences the paste requirement. فكل ما كانت the higher the aggregate and the cement ratio implies more aggregate and less cement paste. كما قلنا زاد الaggregate إلى الإسمنت معناتها بالنتيجة أنا قاعد أزيد الaggregate وأقلل نسبة الإسمنت. لذلك الـ cement consistency راح تقل الـ concrete consistency راح تقل كل ما زادت نسبة الحركام إلى الإسمنت. وإذا قلت هاي بالنتيجة إحنا مثل ما قلنا إذا قلت الكونسستنسي راح يكون كونكريت صعب التعامل وياه وإدخاله داخل القالب، لكن بالنتيجة يعتمد إحنا وين راح نستخدم هذا الكونكريت. إذا هو استخدمناه بالأساسات مثلا مفتوحة أو للصبلي الريات مفتوحة فممكن الكونسستنسي الناتجة تكون كافية، لكن غير كافية لو نستخدمه بمكانات ضيقة مثل الجدران. لذلك عندنا العامل الآخر اللي هو نسبة الركام الناعم إلى الركام الخشن. فقلنا هذا العامل يعني هذا الفاكتر هو من الفاكترات المهمة اللي من خلالها الكونسيستنسي نقدر نزيدها وننقصها. لذلك as a result the consistency of concrete decreases and the cohesiveness improves. لما نزيد هذه النسبة with an increase in the fine aggregate and coarse aggregate concrete contains more fine aggregate. كل ما زاد يعني راح تزيد نسبة مثلا الرمل مقابل الحصو لذلك ال total surface area راح تكون أكبر with leads to a higher demand on the cement paste for the surface coating. بنحتاج cement paste أكثر حتى يسوي lubrication لجزيئات الرمل. بالنتيجة راح تزيد الكونسيستنسي مال كونكريت العفو الكونسيستنسي مال كونكريت راح تقل
الكوهيسيفنس راح تتحسن، فالتماسك مع الكونكريت يكون افضل، لكن بكون انه نسبه الرمل اعلى والمساحه السطحيه لجزيئاتها اكثر، فراح تستهلك السمنت بيس الموجود، فراح مثل الخرسانه تنشف، تحس نقول احنا شاده، فبالنتيجه الكونسستنسي ما تكون اقل. لذلك كل ما نزيد نسبه الرمل الى الحصو، هي هذا العامل جدا مهم انه نزيد من خلال الكوهيسيفنس. كذلك احنا ناقشنا بالمحاضرات الفاتت انه كل ما قلنا الشكل والسطح مات الركام المستخدم اهم ياثر على الوركابيلتي، فكل ما كان الجزيئات المستخدمه ناعمه سطحها مدور، كل ما كان الاحتكاك اقل، كل ما كانت قابليه الجريان داخل خلطه خرسانيه افضل، كل ما كان سطح خشن اشكال مدببه خشنه، كل ما كان السمنت بيست المطلوب اكثر، بالنتيجه راح يستنزفون السمنت بيست الموجود داخل خلطه خرسانيه، وبالنتيجه راح يكون الكونسستنسي مال الكونكريت اقل، لكن كوهيسيفنس طبعا تكون افضل. لذلك as a general rule the more spherical the particle، كل ما تكون الجزيئات مدوره كل ما يكون الكونكريت workable اكثر، كل ما تكون قابليه تزويل افضل. الفاكتور الاخر اللي ياثر على الوركابيلتي مال الكونكريت هو الادمكستشرز اللي هي المواد المضافه اللي تستخدم داخل الخلطه الخرسانيه. فاكو مجموعه من المواد المضافه، اكو المواد المضافه الكيميائيه، اكو المواد المضافه المعدنيه، وكل وحده حسب الاستخدام مالتها. فعندنا نوع من انواع المواد المضافه اللي يسمونه اير ان تريننج ايجنت، اللي هو ماده نخليها داخل الخلطه الخرسانيه تنفذ تسوي فقاعات ماء هواء صغيرة جدا داخل خلطة خرسانية. هذا النوع من المواد المضافة يزيد ال volume مات البيست، increase the paste volume and improves the consistency of concrete for a given water content through the air entrained. اوكي، فهذا يكون هذا النوع من المواد المضافة اللي هو air entrained agent، راح يزيد لنا الكونسستنسي من الكونكريت، كون انه هو راح يكبر يعني يخلي الاسمنت بيس المستخدم يكون كافي لترطيب والحبيبات او الجزيئات الخاصه بالكونكريت. وكذلك انه الاير انترينمنت الموجود راح يزيد لنا الكوهيسيفنس باي ريدوسينج بليدنج اند سيجريجيشن، راح يقلل النضوح اللي يصير والسيجريجيشن، كون انه راح يصير عندنا فجوات داخليه مات الهواء، هاي راح تكون سبب انه الماء بدل ما يطفو على سطح راح يدخل داخل هاي الفجوات الموجوده وراح يتم المحافظه عليه داخل الخلطه الخرسانيه. ايضا improvement inconsistency and cohesiveness by entrainment is more pronounced in harsh and unworkable mixtures such as in mass concrete. فاذا لما ما اذا اريد نستخدم كونكريت ب لصب ب mass areas في مناطق مفتوحه وراح نحتاج انه نخلي قابليه تشغيل اقل، نسبه الاسمنت نحاول نقللها حتى نقلل الحراره، فهاي الماده راح تزيد لنا الكونسستنسي اند كوهيسيفنس من دون الحاجه الى تزيد نسبه الماء او نسبه الاسمنت. الماده الاخرى اللي ممكن تستخدم اللي هي الواتر ريدوسينج ادمكستشرز، اللي هي واحده من انواعها اللي هي البلاستيسايزر. هاي واحده من المواد المضافه اللي تستخدم كبديل للماء وتعطي نفس الخصائص اللي يقدر يعطيها الماء للخلطه الخرسانيه فيما يتعلق بالفلويدتي مال الكونكريت، اللي هي الكونسستنسي مال الكونكريت، اللي هي سهوله جريان الكونكريت. فانا بدل ما ازيد الماء حتى ازيد الكونسستنسي، لا قلنا احنا ازيد الماء راح بالنتيجه هم راح ياثر على الكوهيسيفنس. هاي الماده المضافه راح تعمل عمل الماء داخل الخلطه الخرسانيه من حيث توفير اللدون المطلوبه ولسهولة الجريان الخرساني، لكن ما تأثر على الخلطة الخرسانية وتسبب لنا تقليل الكوهيسيفنس. فهنا بالنتيجة حققنا الهدف المطلوب. عندنا أيضا المواد المضافة المعدنية هم لها تأثيرات مختلفة على الوركابيلتي، لكن كلهن عادة يميلا إلى تحسين الكوهيسيفنس مالت الكونكريت. مثلا الفلاي أش عادة يستخدم كبديل
الاسمنت بنسبه معينه يزيد الكونسستنسي مال الكونكريت، كون هو الحبيبات مالته مدوره وعلى شكل جلاس سيرفيس. السيليكا فوم كذلك used to replace part of the cement، ايضا تستخدم كبديل للاسمنت. And it tends to reduce the amount of water، هم تقلل كميه الماء المطلوب، فبنفس الوقت هي تعمل كبديل للاسمنت وهم تقلل لنا كميه الماء المطلوبه، لان هي ما تحتاج ماء للتفاعل، بالنتيجه انا اقدر اقلل نسبه الماء، واذا قللت نسبه الماء قلنا هي علاقه عكسيه ما بين مقاومه ما بين الماء ومقاومه الكونكريت. فلذلك انا قللت الماء اللازم لللوبريكيشن، بالنتيجه راح يكون الناتج افضل من حيث الوركابيلتي، اند يعني الوركابيلتي المطلوبه للكونكريت. عامل اخر مهم ايضا ياثر على الوركابيلتي اللي هو التمبرتشر اند تايم. الفريشلي ميكس كونكريت ستيفنس او ستيفنز وذ تايم ديو تو evaporation of the mixing water, particularly when the concrete is directly exposed to sun or wind, absorption by the aggregate and consumptions in the formation of hydration products. فبالنتيجة العامل اللي أثر على الوقوبة، احنا قلنا الworkability مع الكونكريت هي الفريش ستيت، انا اريد الكونكريت المستخدم يكون workable لحين انه انا اخليها داخل القالب واسقل وانتهت، بعدها راح يتصلب الكونكريت وتنتفي الحاجة، راح ندخل مرحلة أخرى اللي هي مرحلة يسموها الهاردن كونكريت المتصلب، وهنا أنا خصائص طبعا راح من خلالها يكون تتحدد مقاومة الكونكريت. هنا التايم اند تمبرتشر كل ما يزيد، طبعا كل ما يمشي الوقت وكل ما تزيد الحرارة بالنتيجة الوركابيلتي راح تتأثر من عدة عوامل. أول عامل إنه عندنا المركبات الخرسانة الموجودة داخل الخرسانة راح تبدي تمتص من الماء. عندنا لما ما يكون الكونكريت معرض إلى الهواء والشمس، عندنا عامل التبخر إذا كان درجة الحرارة عالية. فكل هاي الأمور اللي هي عامل مباشر لمرور الوقت ودرجة حرارة البيئة اللي راح نخلي بها الخرسانة. لذلك الستيفنس اللي هي قلنا خلينا نقول صلادة الكونكريت يتم قياسها كل ما بدأت تقل قابلية التشغيل مع الكونكريت خلال الوقت، وبالنتيجة هذا هو المعنى مال أو التعريف الخاص بالسلام لوس اللي صراح ناخذه بالسلايدات القادمة. الاسلام لوس انه هو نقصان الهطول مع الكونكريت، يعني أنا كل ما تجي خلطة أخذ لها فحص الهطول، فكل ما يعني سبب قلة أو نقصان الهطول يعني جفاف الخلطة الخرسانية هو بسبب أنه مرور الوقت وزيادة درجات الحرارة حسب البيئة المستخدمة. فكل ما طبعا كان الكونكريت تعتمد طبعا هذه العوامل على مدى، هل نسبة الإسمنت الموجودة داخل الخلطة الخرسانية كبيرة صغيرة، نوع الاسمنت ايضا ياثر على الوقت اللازم لنقصان السلامب مالت الخلطه الخرسانيه، الحراره مالت الكونكريت، مثلا لو فرضنا انه الخلطه الخرسانيه اللي تجي للحقل المواد الموجوده المستخدمه ب درجه حراره عاليه بالنتيجه راح ينتج عندنا خلطه خرسانيه درجه حراره عاليه، هذا هم راح يسرع من جفاف الخلطه الخرسانيه بالصيف. لذلك عاده بالاجواء الحاره يتم استبدال الماء عادة بالثلج أو يستخدم ماء مبرد جدا حتى يحاول تنزيل درجة حرارة الناتج الخرساني. عادة بالمشاريع النفطية أنه الكونكريت اللي يوصل للحقل يكون ما تتجاوز درجة حرارة 32 قبل الصب ويتم فحصه باستخدام محرار. A high temperature reduces the workability and increases slum loss because the hydration rate is higher and the loss of water is faster at a higher temperature. بالنتيجة كل ما كان يعني زيد درجة حرارة أو زيادة درجة حرارة تقلل قابلية تشغيل الكونكريت وسبب لنا الجفاف السريع ونقصان الهطول، كله بسبب طبعا الهايدريشن هي قابلية يعني نسبة الإماهة للمركبات راح تزداد، كل ما تزداد الهايدريشن ريت مالت الجزيئات الإسمنتية راح يبدي تتكون CSH وCH بشكل سريع، فبالنتيجة راح يتصلب بشكل أسرع. أو
In practice, when the ambient conditions are unusual, it is best to perform actual site tests to determine the workability of the mix. طبعا في حال كانت بيئة الحقل مضطربة مو واضحة وكل ساعة تزيد درجة الحرارة، فهنا يفضل الفحص يكون بالسايت حتى نحصل قابلية تشغيل واقعية. اوكي، بالمقطع الفيديو الاخر راح ندخل بموضوع segregation and bleeding.